جد مهم، وخصوصا بالنسبة للمراهقين والأطفال، لأن المراهق كيبحث على الإعجاب كأي شخص، ولكن بالنسبة للسن ديالو كيبحث على واحد الإعجاب لكل ما تعجبو. كانوا التفاؤل كان كبير بزاف، يعني أن المنشور ديالو عنده واحد الأهمية، معنيتها أن المراهق عنده حتى هو واحد الأهمية كبيرة. ملي كيكون طبيعة الحال ضعف ديال التفاؤل، كيكون العكس اللي كيمكن يعطي تسبب حتى في حالات ديال القلق مزمن او مثلا اكتئاب عند المراهق. ولهذا انا كنشوف كيخص الاباء يرافقوا المرافقين ديال المراهقين عفوا في المنشورات ديالهم، ويحاولوا يناقشوا معاهم هذه الفكره، شنو هو الهدف من نشر ديال مثلا اي منشور، كان شنو كينتظر منه المراهق. والاباء كيرافقوا ولادهم باش كيفهموا انه هو الهدف هو المشاركة والتقاسم مع الأصدقاء، وإذا كان الهدف هو البحث عن الإعجاب، هنا عاوتاني الآباء كيرجعوا يهضروا مع المراهق علاش هو محتاج هذا الإعجاب، وهذا هو اللي كينمي الثقة في النفس ديال الأطفال ديالنا والمراهقين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.